السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، إزيكم وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا فيديو جديد من الأخ حسين في الكويت، هيورينا حمام التراكيب. لكن قبل ما نبدأ الفيديو عايزك تعمل لايك للفيديو، لايك كبير جدا جدا، لأن الفيديو ده مهم جدا للناس اللي عايزة تجيب حمام من الكويت. الحمام التركيب اللي هو حمام التهجين زي ما احنا بنقول، في هناك اخ يعني محترم بيهجن الحمام بس هما بيسموه حمام التركيب. طبعا زي ما شفت حضرتكم في اول الفيديو، فرق بين الزغلول الكبير والزغلول الصغير، ده الحمام المتهجن اللي هو الزغلول الكبير، والزغلول الصغير اللي هو كان جنب الزغلول الكبير اللي حضرتك شفته دلوقتي. هسيب لك الصورة دلوقتي فوق هنا بين الزغلولين. وطبعا بيتكلم الأخ حسين برضو عن حجم البيض بتاع الحمام التركيب، حجم البيضة قد بيضة الفرخة بالنسبة للحمام التركيب، وده اللي هنشوفه زي ما حضرتك شايف كده. الزغلول اللي هو التركيب اللي هو في ايده الأخ حسين ده، وده الزغلول اللحم العادي. فشوف يعني مش اللاحم اللي هو أكبر حاجة، ففي أكبر منه اللي هو ده، وهو بيتكلم هنا إن الزغلول الكبير أكبر منه بيوم واحد بس، هو أكبر منه بيوم مش بمدة كبيرة يعني. هنشوف دلوقتي برضو مع أخونا حسين الفرق بين، هياخدنا في جولة ونشوف الفرق بين اللاحم البيور زي ما بنقول واللاحم التركيب اللي هو متهجن في الكويت. وده طبعا من تصوير الأخ حسين، كل ده في الكويت. وطبعا هو بيقول الزغلول ده عمر 2 أسبوع، والزغلول ده تقريبا 10 أيام الصغير ده. طبعا للناس اللي سألت، اللي كانت عايزة تجيب حمام من الكويت، اللي لما صورنا مع الأستاذ أحمد بركات اللي هو كان جايب حمام من الكويت بختم الشركة الفرنسية، وعرض على الناس مساعدته للناس، لكن هو مش هيجيب لحد، بنأكد تاني الأستاذ أحمد بركات مش هيعمل الموضوع ده كتجارة، هو هيساعدك لو انت بتشتغل في الكويت، هيدلك على مكان الحمام وطريقة شحن الحمام والشركة اللي بتشحن الحمام، ويجي معاك كمان يشتري الحمام ويختار لك كمان، لكن مش هيمسك منك فلوس او هياخد منك حاجة. دي صور للحمام اللي هو بختم الشركة الفرنسية، طبعا الختم في الجناح، الناس اللي ما شافتناش قبل كده الحمام اللحم الفرنسي مش نوع واحد يا جماعة، ده شكل الختم، ده الرقم، لكن الختم باسم الشركة. ألوان كتير، الحمام اللحم في ألوان منه كتير، الشركة بيهمها الحجم، حجم الحمامة مش الشكل. ومعنا طبعا الأخ حسين. السلام عليكم أستاذ مصطفى، هذه القنوات الجديدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أخ حسين؟ ما تنساش زي ما قلت لك تصور لي الحمام التاكسين. هذا زوج التراكيب، تراكيب لاحم. شوف البيضة ايش كبرة ما شاء الله. راح اوريك الفرق بين البيض اللاحم الاصلي واللاحم التراكيب. كمل هذا بعد هم تراكيب لاحم. البيض ايش كبرة مني، راح اوريك الفرق. الذكر هذا المهم، هاي الزغاليل، هذا اللحم فرنسي أصلي. راح أوريك الفرق بين الفرخ الزغلول نفس العمر، هذا التراكيب. شوف ايش كبره، هذا كبر 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 الشيء محمد، كبر الشيء هذولي ولا في اختلاف؟ فرق يوم، فرق يوم، هذا اكبر من هذا بيوم صح؟ شوف الفرق، شوف هذا عمره 2 أسبوع،
هذا فرخ لحم اصلي مو تركيب. شوف الفرق بين هذا وهذا، هذا التراكيب، تراكيب اللحم احنا مركبينهم بالكويت، وهذا اللحم الاصلي. هذا 12 يوم يمكن محمد، 12 يوم، وهذا ممكن اسبوع، اسبوع 8 ايام. شوف ايش كبره، وهذا اقل منهم بيوم. هذا اللحم الاصلي، هذه بيضه مالت اللحم الاصلي. اوريك الفرق بين البيض التراكيب شوف الفرق. هذه اصغر شوي، في فرق. ها هذه بيض دجاجة. شوف اللحم، يعني حتى العظم والصدر مختفي. شوفوا اسبوعين عمره يمكن. هذا الزغلول مال التراكيب، هذا الوزان، شو أكبر من هذا. نشوف لحم، عن هذول الأهل. هذا علف بلجيكي، بلجيكي.